كنت بس بعمل حاجه ان انا انزل امشي على البحر وفي كورنيش، وعارف ان البيت اللي قدام الفيلا دي فيلا الزرقاء دي بتاعت محمد عبد الوهاب، وهو بيتمشى فيها ساعات في الفرندا رايح جاي. ده في اسكندريه. في اسكندريه امتى؟ في فتره الصيف اللي هو بياخد يجي صيف. ايوه. فانا كنت عارف حافظ ده. والناس بتقول لنا ان عبد الوهاب هنا وعبد الوهاب موجود، فروحت ادور عليه لغايه لما اكتشفت هو في المكان ده. وفي الفيلا دي وبيتمشى، فقيت اقعد كده يعني اترقبه واعجب بيه واحس ان انا ايه نفسي اكلمه. اكلمه ازاي؟ ولو كلمته هيبص لي ولا هيعمرني؟ طفل صغير مش معقول. المهم طلعت في دماغي مره، ابويا وامي مش موجودين في البيت، قلت ايه قطع نمرته موجوده في الدليل، جبت الدليل بتاع اسكندريه. فضلت اقلب كده، من حظي طلع الموسيقار محمد عبد الوهاب ونمرته قدامي. رحت طلب، جبت العود اولا بتاعي. بس انا اعرف ان حضرتك طلبت نمرته من البواب بتاعه. لا حصل البواب بتاعه اللي رحت له هحكي لحضرتك. طيب. فخدت فطلبته وقلت له، مسكت العود وقعدت اقسم، فقفل السكه. رحت طلبته تاني. يعني طلبته وما اتكلمتش، قعدت تقسم. اعزف فقفل السكه. فتاني مره طلبته تاني. فقلت له استاذ عبد الوهاب، انا اسمي محمد سلطان وانا بحبك. وانا بغني. وبلحن وبعزف عود. ومعجب بيك وحافظ اغانيك. قال لي عندك كم سنه؟ قلت له عندي 12 سنه. قال لي طب تعالى. تعالى دعاك يعني؟ ما قاليش غير كلمه واحده، تعالى. انا رحت قافل السكه وقعدت اتكعبل على السلم. وما عرفتش نزلت ازاي. وخدتها جري من بيتنا، بيني وبينه 300 متر تقريبا. انا قريب من الترام وهو على البحر. جريت ورحت له، فعنده بواب اسمه حامد. واقف ورا البوابه، البوابه مقفوله كده. فقلت له انا عندي ميعاد مع الاستاذ عبد الوهاب. قال لي تعالى. فقال لي الاستاذ عبد الوهاب لسه خارج اهو. بص، كان عنده عربيه مورس بيش كده. بصيت عليه لقيته خارج في العربيه. فتاثرت جدا. ولفيت دورت ظهري كده ومشيت وانا منكس الراس، ورحت الخردواتي جنب قريب من البحر. خدت منه ورقه وقلم. أيوة. وظرف. وكتبت له كلمتين. استاذي استاذ عبد الوهاب، معقوله طفل في سني انا فنان وبيعزف عود وبيلحن وحافظ اغانيك ويقصدك تقفل في وش الباب؟ انا جيت لك واديتني ميعاد. وللاسف شديد جيت، لكن من حقك انك تحترمش طفل في هذا السن. على كل حال نمر تليفوني 60 9 58. ده كبريائك بقى اللي خلاك اتعاتبه بشكل. ايه رايك ان تاني يوم الصبح امي بتصحيني من النوم بتقول لي في واحد اسمه محمد عبد الوهاب على التليفون، مين ده؟ انا ما ردتش عليه. جريت مش على بال هو عبد الوهاب. لا يمكن تتصور ان محمد عبد الوهاب اتصل بيك هيطلب لنا. مثلا ليه؟ مش ممكن. طبعا. فرديت عليه فقال لي ما تزعلش يا محمد. انت فاضي؟ قلت له طبعا. قال لي طب تعالى يا حبيبي دلوقتي خدني. تعالى خدني. مش تعالى لي، تعالى خدني. تعالى خدني. فانا نزلت برضو بنفس الطريقه. وبهروله. وجريت. طب ما قلتلوش خدني فين؟ لا. او زي اخدك؟ لا، هو قالها لي كده وانا ما لحقتش اتبين منه. هعمل ايه؟ هياخدني اقعد معاه في مكان ولا هاجي عند البيت ولا اخده فين؟ ما اعرفش. جريت من فرحه. قد كده قد كده انا اتشديت وقد كده اتلخبطت. ومفاجاه بالنسبه لي ان طبعا ما عرفتش ليه. جريت رحت له. فطلعت لقيته لابس على جاكيت شارك سكين وكرافته حمراء. وحاطط ايديه في جيبه وماشي في البتاع. فطلعت له. قال لي انت محمد سلطان؟ قلت له ايه؟ قال لي يا حبيبي طبطب عليا كده. قال لي انت بتعزف عود؟ معقوله؟ قلت له حافظ أغنية؟ قلت له بتغني؟ قلت له قال لي طب بيتك فين؟ قلت له جنبنا. عندك العود في البيت؟ قلت له قال لي طب يلا نروح. هو عندك نروح البيت عند الله. والله وحياة ولادي ده هذا بالحرف. طبعا انا ضربتها في دماغي، معيش عربية. وهنروح بيتنا ازاي؟ هاخد الابواب وامشي في الشارع والناس تتلم علينا وتبقى فضيحة. أيوة. اعمل ايه اعمل ايه؟ فقلت له عبد الوهاب العربيه فين؟ قال لي العربيه السواق راح يجيب حاجات مش موجود. فين عربيتك؟ قلت له معيش عربيه. قال لي طب وقف تاكسي. فرحت موقف تاكسي، انا بجيب 20 قرش.
مفيش غيرهم ريال كده، كان ريال كده 20 قرش في ريال فضه، بس كانوا يكفوا وقتها في جيبي. لا يكفوا قوي اللي كان عداد 6 ساعات، فحطه في جيبي. وطبعا ركبنا، قلت للسواق روح خش في اول شارع يمين، شارع مصطفى فهمي كده يمين، وماشي خطوتين. قال لي ده انت قريب قوي، انت ساكن هنا؟ قلت له فاخد فتح الباب ونزل، ما بصش لسواق التاكسي ولا قال كلام ولا بتاع. وانا خفت ان يكون التاكسي هياخد اكتر من كده، هياخد اكتر من كده. قلت له انا معيش غير الريال ده. قال لي كويس قوي، ربنا يخليك، وخده ومشي. هو تلاقي المكاسب تساغ. انا فاكر دي زي ما تكون امبارح. وطلعت مع الاستاذ عبد الوهاب، 12 سنه بقى، وببص حواليا اشوف ان اصحاب المحلات اللي حوالين البيت واخدين بالهم. محمد عبد الوهاب بجلاله قدره جاي معاكم وراكب التاكسي ونزل وطلع بيكم، ونزل معايا وجاي البيت عندي. ده انا بقى مهم قوي طبعا طبعا. يا شخصيه مهمه بقى. وطلعنا، ما كانش في غير امي في البيت. حلو. كان اخواتي في المدرسه. ايوه. عندي اخ واخت، فؤاد وسعاد. سعاد. امي فتحت الباب، فبصت لقيت عبد الوهاب سمرت. طبعا. ايه ده؟ قال لها اهلا يا هانم، مهذب قوي. صوته جميل. اهلا يا هانم، خدت كده سلم عليهم بس ايه ده؟ قال لها يا هانم عرفاني؟ قلت له استاذ محمد عبد الوهاب. معقوله؟ ده احنا زرنا النبي. ايه ده؟ ده احنا هنعمل ايه؟ هنجيب شربات وهنجيب ورد وهنعمل حاجات بقى. وطبعا عملته، كانت عامله شربات توت. جابت له الشربات التوت. وجابت له ملبس شوكولاته، ولا بياكل ملبس ولا شوكولاته، شرب الشربات. وتعلق بالشربات ده، قال لها تعملي لي منه، انت عاملاه في البيت اعملي لي منه وبعتيني على البيت. شربات فبقت تعملوا له على فترات وتبعت له الشربات على البيت. سمعني يا محمد، مسكت العود غنيت. غنيت له اغنيه ايه بقى؟ غنيت له اول حاجه غنيتها له مين عزبك بتخلص مني. يا سلام، يعني ده دور. وبعديها قال لي حافظ حاجه تانية؟ قلت له ايوه حافظ كل حاجه. قال لي طب تعرف تقول يا ترى نسمه؟ يا خبر، دي صعبه. أيوة. فغنيت يا ترى نسمه، مقطع صغير. ايوه. وكل ما اغني مقطع بيقول لي كفايه كفايه. وراح موطي عليه بس. قال لي صح، انت بتعزف عود من امتى؟ قلت له انا عندي 8 سنين. قال لي يعني من زمان قوي، يعني من 4 سنين يعني. من زمان قوي. انا عندي 12 سنه. طبعا. فامي ضحكت، قالت والله يا استاذ عبد الوهاب بيعزف هو لوحده ولا حدش علمه. وانا كنت نفسي وبقول له انا يعني اشجعك، وبشجعه من ورا ابوه وبديله فلوس عشان اشجع موهبته، لاني نفسي في يوم من الايام يبقى زي محمد عبد الوهاب وزي رياض الصباطي وزي يا سلام وزي القمم الكبيره دي. عندها برضه قال لها انت متفائله قوي يا مدام. هو ابنك موهوب صحيح، بس طبعا الفنان عشان يوصل لمرتبه كبيره دي لا، رحله كفاح طويله جدا. انا اقدر اقول لك ان ابنك علموه مزيكا، لو تقدر تسافروا بره يتعلم مزيكا يبقى كويس جدا، لان ده موهوب وممكن يبقى حاجه. حرام تقتله موهبته، واحنا في مصر بنتصور ان الفن مش هو الصح، الصح العيوب الاخرى. اخر حاجه نفكر فيها الفن. الانسان لما يفشل في دراسته يروح للفن. يروح للفن. يعني هو لازم يفشل عشان يبقى فنان؟ طب ما هو كويس ومش بينجح؟ قلت له شويه، وابويا بيفتح الباب ودخل. ابويا لابس رسمي. ودخل. حضرة الظابط ده. دخل سلم عليه. ابويا وقتها كان يوزباشي لسه، يوزباشي يعني نقيب. نقيب. فقال له سلطان بيه اهلا وسهلا. قال له اهلا استاذ عبد الوهاب، ايه المفاجاه دي؟ ده اهلا وسهلا شرفتنا، ده ايه ده؟ هو مش فاهم طبعا جه ازاي. عايز يعرف بقى. ايوه. فقعد ويبص لامي، بص لي انا، ما بصيت تحت كده ما بصلوش. امي بقى وشوشته، قالت له ده هو محمد اللي جابه. المهم قال له يا سلطان بيه ابنك موهوب قوي. قال له سمعك الحانه؟ قال له لا انا سمعت اغنيتي. قال له طب يا محمد، قال لي يا محمد غني له حاجه من اللي انت ملحنها. فغنيت له حاجه صغيره كده، كنت لسه بلحنها جديده. ايه بقى هي الحاجه؟ حاجه اسمها الحب ناداني والشوق خلاني ارجع لك تاني. مش فاكر حتى كاتبها. يعني. واحد غلبان قوي. يعني فقير زاد على اللزوم وغلبان. وانا كنت بعطف عليه. وبقابله وبديله اللي فيه النصيب. فقال لي انا بألف اغاني. قلت له هات هات هات. خدت، لان كنت بلحن ايه؟ البيوت الشعر اللي تقف تقع قدامي في الكتب الدراسيه. في الكتب بتاع المدرسه. كتب المدرسه.
وحاجات ما تتلحنش، قلت بلحن مش لاقي، مش لاقي كلام. فما صدقت لقيت ده قلب حبي ناداني، حبي ناداني وشو خلاني ارجع لك تاني. طب مش فاكر نغمتها شويه اساسا؟ لا مش فاكر والله يعني. لا هقول لحضرتك، انا عندي اسطوانه مسجلها بصوتي للاغنيه دي. بس موجوده في اسكندريه وللاسف محطوطه في الصنداره، يعني ما نقدرش نحصل عليها نسمعها. لا انا ابقى اجيبها للار تي بعدين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب فغنيت للاستاذ عبد الوهاب الاغنيه دي. فقال لي بس يا محمد، بس يا سلطان بيه، انصحك نصيحه تسافر ابنك يتعلم مزيكا بره. احنا في عصر العلم والموهبه لوحدها ما تكفيش، لازم يتعلم.